في الآيات القرآنية، نعم هناك كثير يعني تفاصيل كثيرة في بعض الجمل، لكن صعوبة الأصم في حصر هذه الجمل أو المفهوم العام بالنسبة للآية، فنحن يعني صعوبة علينا في عملية التفسير كل الآيات، فكيف يمكننا أن نفسر الآية بطريقة صحيحة وبطريقة مفهومة إلى الأصم أو اختصار المفهوم بالإشارة؟ لا ريب أن الإشارة جعلها الله سبحانه وتعالى وسيلة من وسائل الفهم، حتى بالنسبة إلى الناطقين ربما كانت الإشارة وسيلة من وسائل الفهم، وهذا مما عرف عند الناس، بل ورد مثله في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام حيث عول على الإشارة. فإذا الإشارة التي يمكن من خلالها أن يتفهم غير الناطق مقصود الآية القرآنية هي التي توصل حقيقة الآية إليه، وقد تكون هذه الإشارة بطريقة ربما يخشى الإنسان من خلالها أن يوهم تشبيه الله تعالى أو أن يوهم تجسيمه للذات العلية، غير أنه عندما تكون هناك قرينة على سلامة الاعتقاد من التشبيه فلا ريب أنه لا بأس باستعمال الإشارات التي توصل إلى حقائق الآيات من غير أن يكون هناك حرج من اتخاذ الأعضاء وسيلة إلى تفهيم المراد فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، كما جاء في القرآن الكريم استعمال اليد واستعمال الوجه واستعمال جنب وغير ذلك، وكذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك إنما هو من باب المجاز. فإذا كان النطق بذلك لأجل توصيل هذه الحقائق إلى الأذهان جائزاً، فكيف لا تجوز الإشارة بالنسبة إلى غير الناطقين؟ فالإشارة جائزة وما في ذلك من حرج قط. إن شاء الله. إذن لا يدخلون في قضايا التشبيه عندما يستخدمون يعبرون عن الصفات الإلهية.